لما يسأل من هو زياد عيتاني. إنه الممثل المسرحي والكاتب الذي انتقل فجأة من الصحافة إلى المسرح يوم التقى الكاتب يحيى جابر وبدأ معه مشواره الفني، فكانت مسرحية بيروت طريق الجديد انطلاقته. أنا جنين بعد بطل أمي. برز اليوم خبر توقيف جهاز أمن الدولة لعيتاني بناء على استنابة قضائية صادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس، وذلك بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي وفق معلومات ومعطيات وصفتها مصادر أمنية بالدامغة. عيتاني الموقوف رهن التحقيق اعترف بما وجه به، وقالت مصادر أمنية إن المسرحي الشاب أكد واقعة اتصاله بضابطة إسرائيلية في أثناء وجوده في تركيا، لكن معلومات أخرى أشارت إلى أن عيتاني لم يكن على علم بجنسيتها الإسرائيلية لكونها تحمل الجنسية الهولندية. وقد جرى تسريب معلومات تتحدث عن علاقة الضابطة المذكورة بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير السابق عبد الرحيم مراد. وقالت المصادر إن هناك تحويلات مالية من الضابطة الإسرائيلية، المفترض أن تلتقي عيتاني في أحد فنادق لبنان، وإن المرأة الإسرائيلية هي الآن قيد الملاحقة في منطقة الحمراء. عائلة المسرحي المتهم لم تتمكن من التواصل معه منذ لحظة التوقيف مساء الخميس، والجديد تواصلت مع شقيق زياد رضا عيتاني الذي فضل عدم الكلام ريثما تنتهي التحقيقات، غير أن زوجته وجدت بعدما عادت مساء إلى المنزل أن بيتها فتش بدقة، وما يعزز فرضية علم عيتاني بالجرم المنسوب إليه تسجيلات صوتية أرسلها عيتاني إلى أحد أصدقائه بعد توقيفه بلحظات. خلص أنا بحل مشكل إلي وما بقى حدا يسأل عني هيك إذا بتريد. ماشي الحال أنا بحل مشكل إلي وشي 10 أيام وبرجع يعني ماشي؟ خلص هذا الشيء بحكيك أنا. غاب عيتاني وشاع خبر توقيفه الذي شكل صدمة لجميع متابعيه. ضلك عم تشك بكل لبنان بهيك زهرة؟ أنا بشك بالكل، يعني حتى صاحبك إجا لعندك قبل ما يجي لعندك وفات على البيت فتشه. ليال سعد، قناة الجديد.